بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، نتحدث اليوم عن مشروع البحث الذي تقدم به سيد وزير التعليم نيابة أو بدلا أو بديلا عن موضوع الاختبارات. مشروع البحث أو موضوع البحث اللي احنا بنتحدث عنه له جانب شكلي الأول، والشكل العام للبحث ده بيتكون من صفحة أولى عبارة عن غلاف. الغلاف بنكتب فيه الكلية فوق، كلية الآداب، بعد كده بنكتب اللي هو الفرقة، الشعب الأول والفرقة، اسم الطالب، اسم الأستاذ المدرس المدرس أو أستاذ المادة اللي بيدرس لك. بعد كده بتكتب عنوان البحث أو الموضوع بتاعك. ده في غلاف في صفحة بيسموها صفحة غلاف لوحدها. ندخل بعد كده في متن البحث أو موضوع البحث. موضوع البحث بيتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هي المقدمة، الجزء الثاني اللي هو عناصر الدرس أو موضوع البحث، ثم الجزء الثالث الخاتمة، ثم يختم بالمراجع. بالنسبة لعدد صفحات البحث اللي قررتها المجلس على الجامعات وقررها مجالس الكليات لا يقل عن 10 ورقات بالنسبة للطالب، يمكن أن يكتبها الطالب بالخط اليد أو ممكن يكتبها بالكمبيوتر. بالنسبة بقى ندخل في موضوع البحث ذاته. أول حاجة قلنا 3 موضوعات، 3 جوانب، هنختار جاي لك يا 5 يا 3 موضوعات، تختار موضوع واحد فقط بالنسبة لك. لما نبدأ في الكتابة بقى طريقة الكتابة، قلنا اتفقنا إن البحث بيتكون من 3 مكونات: مقدمة، عناصر البحث أو موضوع البحث، ثم الخاتمة. المقدمة دي بالظبط كأنك بتعمل موضوع إيش؟ بيقول لك في التحرير كده اكتب عن، بتدي فكرة عامة أنت هتتكلم عن إيه؟ موضوع البحث بيتناول إيه؟ العناصر اللي هتكونها من أول ما بدأت لغاية ما أخرت في حدود صفحة. يعني المقدمة لا تتعدى صفحة واحدة، بتشرح فيها فكرة عامة زي ما بقوله موجزة واضحة، بحيث توضح انت ايه اللي عايز تقوله او البحث ده بيتكلم فيه. وبالتالي اذا زي ما تعتبر نفسك في موضوع تحريري زي ما كنا بنكتب الموضوعات التحريرية في المرحلة الثانوية، ونبدأ نكتب فكرة عامة عن البحث خلال المقدمة يعني من دماغك. نبدأ بعد كده في الجزء الثاني اللي هو عناصر البحث. في مكونات عظام البحث انا بتناول يا اما الكتاب الجامعي، يا اما بتناول معايا بالاضافة ليه اللي بدخل على موقع البنك المعرفة أو أي فرع أو أي موقع من المواقع اللي موجود على جوجل على النت اللي بيتكلم عن موضوعك. المطلوب منك التلخيص وليس النقل. مش هتاخد مصدر كده كوبي بيست من الكتاب أو من الموضوع اللي جالك وتاخده زي ما هو. بالظبط كأنك في الامتحان. أنت في الامتحان بتعمل إيه؟ بتذاكر. يوم الامتحان بتعمل إيه؟ بتقعد في الورقة بتفتكر وتتذكر وتكتب عناصر الدرس من دراسك مش من كتاب انت بتنقل منه. إذا المطلوب منك هنا عملية تلخيص لموضوعات البحث أو العناصر. هتبدأ تكون الموضوع البحث بتاعك بتكون من 4 5 6 عناصر، 1 2 3 4، وتبدأ تشرح كل عنصر منهم بتفصيل بالنسبة لك، بحيث لا يتعدى زي ما اتفقنا 10 ورقات اللي هي بالنسبة له اللي هنكتب فيهم. خدنا أول صفحة المقدمة، يبقى فاضل عندك هنا كام؟ 9 صفحات. نبدأ نتناول زي ما اتفقنا الكتابة بتبقى تلخيص للموضوع وليس نقلا، سواء من الكتاب الجامعي أو من أي كتاب مرجع خارجي أو من بنك المعرفة أو من جوجل أحد المواقع البحثية، أي واحد منهم ما فيش مشكلة فيه، ولكن المهم إن يكون فكرك. يعني أنت قريت ولخصت وطلعت في الموضوع بتاعك، مش نقل 1 2 3 عناصر بصورة زي مكتوب. لو حصل تشابه بين أي بحث وبحث آخر في الحالة دي هيعتبر زي قرار الوزير حالة غش، وياخد الطالب حرمان من المادة. النقطة الثالثة بقى اللي هي الخاتمة. أنت استفدت إيه؟ كونكلوجن زي ما بيقول الجماعة الأجانب. بعمل عملية تلخيص للعناصر، أنا استفدت من الموضوع ده. إيه اللي فهمته؟ إيه اللي طلعت بيه؟ وزي ما اتفقنا الكونكلوجن أو الخاتمة دي برضو بتكون في حدود صفحة زي المقدمة. يبقى أنا عندي صفحة مقدمة، عندي صفحة خاتمة، وعندي 8 صفحات اللي هو متن اللي هو عناصر البحث أو موضوع البحث. في الخاتمة زي ما بقول لك بشوف مدى الاستفادة، اللي فهمته، اللي طلعت بيه، أو مدى استخدامك تطبيقك للعناصر اللي خدتها بالنسبة لك هذا الموضوع. وبالتالي بنجد بعد كده وصلنا لهذا البعد للنقطة الأخيرة اللي هي المراجع اللي أنت رجعت ليها. بتبدأ تذكر المراجع اللي تراجع عليها وتوثقها، طبعا التوثيق العلمي للمراجع في نهاية البحث. ممكن لك حق الكتابة بخط اليد، أو ممكن تكتب عن طريق الكمبيوتر بخط 14 بحيث يبقى سمبليفايد، يقدر يبقى واضح. بالنسبة لو كتبت بالقلم الجاف يبقى هتكتب بخط اليد
يفضل يكون في قلم اسود، عشان اللي انت هتصور، وبعد ما هتصور هتحوله ايه لملف وورد، وبعد كده هتحوله لبي دي اف. يعني انت بتفتح ملف وورد وتاخد الصور اللي صورتها دي الورقيه اللي انت كاتبها بايدك، وتحطها على صفحه ملف الوورد، صفحه 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 بالترتيب لغايه ما يطلع معاك 11 صفحه او 12 حسب، ممكن الصفحات تزيد. يعني افرض انت جيت الموضوع عجبك وموضوع كتبت فيه، انا حاطط لك الحد الادنى للكتابه 10 صفحات، انما حبيت تزود 12 و13 اكتر لك حريه الكتابه فيما العدد، انما الحد الادنى عندنا هو 10. بحاول اخد الورق ده واحطه على ملف وورد، وبعد كده بعمل عمليه حفظ عن طريق البي دي اف، وبرفع الملف ده على المنصه بتاعت الكليه. طبعا كلكم معاكم عملاء، طب بدخل على المنصه عن طريق الباسورد بتاعك واليوزر نيم اللي ادوها لك، استخدام الباسورد واليوزر نيم باستخدام الرقم القومي بتاعك. فبالطريقه دي انا هقدر ارفع البحث بتاعي في مده، وان اخر ميعاد للتسليم بيبدا التسليم من يوم 30/5 وينتهي التسليم معانا يوم 20/6. لو في بعض الكليات فتحت التقديم قبل كده، قبلها باسبوع، مفيش مشكله، في كليات فتحت من الاسبوع الجاي من يوم 20 لحد دلوقتي، لان ممكن من يوم 20 ترفع. ولكن الحد الاقصى عندي 20/6 عشان هيبدا التصحيح وقراءه البحث ومراجعتها وتقييمها يوم 20/6 ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح لجميع طلاب العام الدراسي الحالي. شكرا.